علوم التربية باختصار. قبل ما تبدا تراجع علوم التربية خاص دير قدامك واحد التصور قبلي باش ما تبقاش دايخ، وفي نفس الوقت تبقى عاقل على المفاهيم ديال هاد علوم التربية. ملي كتبدا تراجع كتجمع بزاف ديال لي بي دي اف باش تراجع هاد علوم التربية هادو. الوغ بالنسبة لكل بي دي اف ما تلقاش فيه جميع ديال المفاهيم، جميع ديال المحاور ديال علوم التربية، بحيث كل بي دي اف كتلقى فيه حاجة ناقصة. لهذا ولهذا السبب انا اضطريت باش نجمع كل شيء في هذا الدفتر هذا ونعمله على شكل ماده تعليميه ديال علوم التربيه. خاصكم تشدوا الدروس ديال علوم التربيه وتعملوها على شكل فهرس كما كنلقاو في الكتب المدرسيه في الصفحات الاخيره. لهذا انا درت وعملت بحال هذا الشيء هذا، وغادي نوريكم كيفاش درت هذا التلخيص هذا. مثلا درت انا ثلاثه ديال المجالات، كاين مجال ديال الديداكتيك اللي هو هذا، مجال التحولات البيداغوجيه، ثم مجال علوم التربيه. في كل مجال كاين محاور، وبالنسبه لعلوم التربيه كنلقاو محاور ومرجعيات. اللي كانوا تيبان لكم مزيان، على كل حال نعطيكم المجالات في نفس الوقت نعطيكم المحاور ديالهم وانتم غتمشيو تبحثوا عليهم. بالنسبه للديداكتيك، في اول محور كنلقاو المثلث الديداكتيكي اللي كيجمع ما بين المعرفه المدرس والتلميذ، هذا هو المثلث. ثانيا كنلقاو تحليل عناصر المثلث الديداكتيكي، يعني العناصر اللي كتواجد في هذا المثلث هذا. بالنسبه للمثلث الديداكتيكي راني حاط واحد الفيديو تنشرحه، نقدر نحط لكم لوليا ديالو في لا ديسكريبسيون. بالنسبه للمحور الثالث كاين كفايات ووثائق ووظائف المدرس. شنو هما الكفايات ديال المدرس؟ نقول عليكم دابا. بالنسبه للكفايات كاين كفايات استراتيجيه، كفايات ثقافيه، كفايات لغويه او لا تواصليه، كفايات تكنولوجيه، وكفايات تخطيط والتدبير والتقويم. هادو هما الكفايات اللي كيكونوا عند المدرس. بالنسبه للوثائق، الوثائق كنديرو وجدا وجدا على جوج مرات، راه كنت شرحت قبل في واحد الفيديو. كاين ووان جيمان ثم دلان، ورقه الغياب وورقه التنقيط، الجداده والتوجيهات التربويه هذه جيمان، ثم دلان كاينه دفتر الغياب ودفتر النصوص. بالنسبه للوظائف ديال المدرس، شنو هما الوظائف اللي كيقوم بها المدرس؟ المدرس لديه مهام وادوار، هادو هما الوظائف. شنو هما المهام؟ من بين المهام ديالو كاين التخطيط التدبير والتقويم، وكذلك المشاركه في مجالس المؤسسه اللي هما مجلس التدبير، مجالس الاقسام، المجالس التعليميه، ثم المجلس التربوي. شنو هما الادوار؟ الادوار ان المدرس يقدر يلعب دور منشط، دور مسهل للعمليه التعليميه، دور موجه الى اخره. حاجه اخرى كنا نساوها اللي هي مواصفات المدرس. شنو هما المواصفات ديال المدرس؟ هو ان يكون ذا شخصيه قويه، مثقفا، محبا لعمله الى اخره. المحور الرابع هو التخطيط التربوي، هذا داخل في مجال الديداكتيك. الخامس التدبير التربوي، السادس التقويم والدعم والمعالجه، دونك هادو كاملين عندهم علاقه بالديداكتيك. سابعا التجريب، يعني التجارب اللي كنقوموا بها في المواد العلميه. وثامنا توظيف التيس. التيس هي انك تكون تعرف تخدم بالوورد، بالاكسل، بالباوربوينت، بالانيماسيون، سيمولاسيون ايتترا. هذا هو مجال الديداكتيك اللي كنت تكلمت لكم عليه، هو هذا. دونك هذا مجال الديداكتيك. ندوزو للمجال الاخر اللي هو التحولات البيداغوجيه، فيها ثلاثه ديال المحاور. المحور الاول هو الفرق بين المنهاج والبرنامج والمقرر والكتاب المدرسي، كنت تكلمت عليهم في واحد الفيديو، نقدر نحطه لكم في الديسكريبسيون. ثانيا البيداغوجيات المعتمده في المغرب منذ الاستقلال او منذ 1956. شنو هما البيداغوجيات؟ اول بيداغوجيه وهي بيداغوجيه الاهداف، ثانيها بيداغوجيه المضامين، واخر بيداغوجيه او مقاربه فهي المقاربه بالكفايات التي محور العمليه التعليميه ديالها هو التلميذ. ثم المحور الثالث اللي فيه المرجعيات البيداغوجيه. شنو هما هاد المرجعيات البيداغوجيه؟ هي الطرق البيداغوجيه اللي كندرسوا بها، اللي من بينها كنلقاو البيداغوجيه الفريقيه، البيداغوجيه المشروع، بيداغوجيه حل المشكلات، بيداغوجيه التعاقد الى اخره، بيداغوجيه اللعب الى اخره. دابا هذا هو المجال الثاني. نشوف المجال الثالث وهو الاخير اللي هو علوم التربيه. هاد علوم التربيه كتكون من مجالات او من مرجعيات اللي هما سوسيولوجيا التربيه، سيكولوجيا التربيه، فلسفه التربيه، وعلم النفس التربوي. انا هنا درت فقط ثلاثه ديال المجالات او ثلاثه ديال المرجعيات، اللي هي اولا سوسيولوجيا التربيه. منش كتكون سوسيولوجيا التربيه؟ كتكون من التواصل البيداغوجي، كتكون كذلك من التنشيط التربوي اللي فيه تقنيات ستستا او لا فيليبس، اللي فيه كذلك المحور الثالث اللي هو طرق التدريس. شنو هما الطرق ديال التدريس اللي كنعتمدوا عليها؟ رابعا اساليب التدريس.
بالإضافة إلى الحياة المدرسية ثم مجالس المؤسسة. مجالس المؤسسة هي اللي كنا تكلمنا عليها، اللي من بين ديال المهام ديال المدرس. بالنسبة للمرجع الثاني هو علم النفس التربوي، اللي فيه كنلقاو نظريات التعلم، وكنلقاو فيه مراحل النمو، وكنلقاو فيه التعلم. هذا هو علم النفس التربوي. خصكم تفرقوا ما بين كل مجال، ما بين كل مرجع، وما بين كل مفهوم. ثالثا، مستجدات نظام التربية والتكوين في المغرب، هذا هو اللي كيخص البلد المغرب، يعني ما عندوش، يعني ما خارجش على النطاق المغربي. أما بالنسبة لعلوم التربية بشكل عام فهي كتهم جميع الدول، أما المستجدات فهي كتهم البلد اللي انت فيه. دابا حنا كيهمنا بالنسبة للمستجدات ديالنا في النظام المغربي، لدينا الإصلاحات اللي عرفها المغرب منذ 1956. الإصلاحات، ما قلناش الاهداف او قلنا المقاربات، قلنا الاصلاحات اللي عرفها المغرب. ثانيا، كنلقاو الميثاق الوطني للتربيه والتكوين اللي تاسس سنه 1999. كنلقاو كذلك الكتاب الابيض اللي كان في 2002، البرنامج الاستعجالي ديال 2009 2012. خامسا، الرؤيه الاستراتيجيه اللي من 2015 حتى 2030، واخا ما وفاوش بالوعد ديالهم. سادسا، قانون الاطار 51/17 اللي تصدر سنة 9 أغسطس 2019. الحاجة اللي خصكم تركزوا عليها بزاف وهي المستجدات، وكيركزوا غالبا على المستجدات الأخيرة، يعني هي ديك القديمة ما كيركزوش عليها بزاف، وإنما كيركزوا مثلا كيركزوا على الرؤية الاستراتيجية اللي مازال حنا فيها، وعلى قانون الإطار. دونك هادو هما اللي خصكم تفهموهم مزيان. إذا هذا هو علوم التربية بشكل عام، باش بلا ما تدوخ. أنا أعطيكم الصور، انتم سيروا بحثوا باش بلا ما تدوخوا راسكم، وباش تبقاو عاقلين على لي كونسيبت ديال هاد علوم التربيه. دوزوا بخير، السلام عليكم، الله يعاونكم.